ومعنا مشاهدينا الكرام عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل، مرحبا بكم. إذا لجنة التظاهرات أكدت أن قتل سليماني والمهندس لن يبيض صفحة واشنطن لدى العراقيين، ألا تتحمل واشنطن مسؤولية كل ما حصل بعد الاحتلال؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأعزاء. من المعلوم أن واشنطن هي التي سمحت لهؤلاء أن يتمددوا وأن يتواجدوا على الأراضي العراقية وأن تسلمهم العراق على طبق من الذهب، وبالتالي مارسوا كل أعمالهم إجرامية انطلاقا من العراق مستفيدين من موارده الاقتصادية والسياسية وموقعه الاستراتيجي في قلب المنطقة وقلب الأمة، وبالتالي استخدموا كل الأوراق الطائفية برئاسة قاسم سليماني الذي هو يعتبر خامنئي أو خميني الثورة الإيرانية وولاية الفقيه في الخارج، لأنه هو يمثل أجنداتها الخارجية وينفذها على أرض الواقع، وبالتالي قدموا خدمة جليلة لأنهم كانوا يريدون استخدامهم من أجل أن تنقسم الأمة لا سيما الدول العربية المجاورة للكيان الصهيوني إلى كانتونات وإلى صراعات داخلية وحروب أهلية على أساس الطائفة وعلى أساس المذهبية، وبالتالي هم نجحوا إلى حد ما، لكن وعي الشعوب أكبر، وبالتالي بالفعل استطاعوا أن يلهوا أو أن يشغلوا الشعوب بأمور جانبية بعيدا عن القضايا المركزية ومقدمتها فلسطين. لذلك بعد أن انتهت ورقة استخدامهم وصلاحياتهم وحققوا المطلوب لواشنطن، ها هي واشنطن وأمريكا تقتلهم في شر قتلة تمثل حقيقة نهاية بشعة لهذا السفاح المجرم قاسم سليماني وللقاتل الإرهابي أبو مهدي المهندس ومن معه من المجرمين، بطريقة أنهم ليسوا قادة أو أنهم ليسوا بإخراج إلا أنهم زبناء. لماذا؟ لأنهم حقيقة جاءوا متخفين بسيارات أجرة ومن ثم تم رصدهم وقتلهم، وبالتالي لا يتمتعون بحجم الأبهة أو السمعة أو المانشيت الإعلام الكبير الذي كان يحمله اسم قاسم سليماني أن يقتل هذه الطريقة. المتظاهرون أكدوا سيد عبد القادر رفضهم استخدام العراق مساحة لتصفية الحسابات، ولكن لماذا تعمد بحسب رأيك الميليشيات لخلط الأوراق في العراق؟ من المعلوم هذا وعي مدرك للمتظاهرين، وهو قد سبق هذا الموضوع عندما طالبوا بإخراج إيران خارج العراق، وبالتالي كأنهم يتنبؤون أو يتوقعون ما سيحدث وستؤول إليه الأمور، لأنه لو كانت إيران خارجة لما بقي هناك صراعا على أرض الواقع. هذه الميليشيات مرتبطة وجودها بوجود ولاية الفقيه، وبالتالي هي تعمل على تنفيذ أجندات إيران داخل العراق، ولذلك هي ذات تبعية خارجية وليست تبعية عراقية. لذلك يصر المتظاهرون والشعب العراقي على إسقاط نظام المحافظة الطائفية المتكون من هذه الميليشيات في تنفيذها، لكن هذه الميليشيات وصلت إلى مرحلة الثروة، وبالتالي عندما تصل حبة القمح إلى النضوج لن يبقى إلا أصادها، وعلى هذا الأساس فإنه هكذا تبدو بهذه الميليشيات بطريقة علنية تريد أن تجعل العراق ساحة للصراعات، هي قد آنت أن تقطف هذه الأخبار وتنتهي دورها، لأن الشعب العراقي اليوم ذو وعي كبير تماما، وبالتالي الشعوب لن تنتهي. هؤلاء أمراء الطوائف الذين يتمتعون بأجداد خارجية يمكن أن يستغربوا على الأراضي العراقية، لكن في نهاية المطاف سيتم إنهاءهم من قبل الشارع العراقي، لأن الشعب العراقي واعي ومدرك أنه لا يريد العراق أن يكون حلبة صراعات، ولا وهو يطالب باستعادة العراق كوطن، وعلى هذا الأساس ستبقى هذه القضية مع المتظاهرين وستنتصر هذه القضية وستزول هذه الميليشيات التي تريد العراق وإبقائه ضد الصراعات الدولية، لأن إيران تنتفض، وبالتالي قتل سليماني وقد قسم ظهرها بالكامل، وبالتالي الأمور تتقدم ولن تتراجع للوراء، وما بعد مقتل سليماني ليس كما كان قبل مقتله. عطفا على قتل سليماني، كيف تقيم ردة الفعل الإيرانية؟ بمعنى كيف تستشرف ردة الفعل الإيرانية المتوقعة؟ ربما لن تسكت إيران على هذه الصفحة.
هذه الصفعة قوية وقد مثلت حقيقة إنهاء الدور الإيراني الخارجي، لا أقول سينتهي بمقتل سليماني لكنه حقيقة وصل إلى مرحلة الانهيار والضعف الكبير، وبالتالي سيتقلص نفوذها الخارجي وسيتقهقر، لا سيما أن هناك شعوب وصلت مرحلة الوعي في كل المنطقة على خطر المشروع الإيراني. لذلك حقيقة إيران ستعمد على مشاغبات ليست مستوى، فإيران ليست ضد للولايات المتحدة الأمريكية، إيران كانت لها دور بعد أن سمحت لها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما استمرت الولايات المتحدة في سياساتها التي تريد تقليم الأظافر الإيرانية بعد أن وصلوا إلى مرحلة كبيرة من عملية انتهاء دورها بعد نفاذ كل الأوراق، لا سيما أن هناك حملة انتخابية لترامب داخل أمريكا، بالتالي حقيقة ستكون لإيران مشاغبات على الأراضي العراقية، على الأراضي اللبنانية، على بعض الأهداف في الخليج، لكن هذه المشاغبات كردة فعل لن تؤثر على أن يكون لديها قوة، وبالتالي تريد أن تحفظ ماء وجهها، لكن مقابل هناك هي تسعى إلى عملية أن يكون هناك تقليل للجوانب الاقتصادية مقابل سكوتها على هذه الصفحة القوية. بشأن الجانب الأمريكي أيضا سيد عبد القادر، فهمت من كلامك أن بنك الأهداف الأمريكي لا زال مفتوحا لاصطياد قادة الميليشيات، هل ترجح ذلك وما سبب توقيت هذه الخطوة الأمريكية الآن؟ هذه الخطوة الأمريكية هي لتحفيز قضيتين، قضية داخلية أمريكية تتعلق بانتخابات الحزب الجمهوري وترامب بعد أن تضاءلت شعبيته بطريقة واسعة تماما، وبالتالي هو أعلن أنه يريد تقليم أظافر إيران من المحور القومي إلى المحور القطري، أي بما معنى هو يريد انسحاب إيران من المشهد العراقي والسوري إلى داخل إيران، لتكون دولة قطرية داخل إيران فقط وليس لتصدير الثورة. والشق الثاني أنه يريد أن يقدم له أنه ضامن لحماية أمن الدول العربية، أمن الخليج بعد أن تمددت إسرائيل وكانت وأصبحت حقيقة بمثابة قوة بعد أن قدمت إيران خدمة لها تثبيتها من خلال إشاعة الطائفية والاقتتال الأهلي، وبالتالي تخويف دول المنطقة من إيران، وأصبحت إسرائيل تريد أن تقدم ذات النموذج الذي يساعد على تقهقر المشروع الإيراني الذي هو استيطان تريد إقصاء وإنهاء كل ما موجود بهذه القضية، فأمريكا تريد تقدم نفسها كمنتج، وبالتالي بنك الأهداف الأمريكية سيستمر وستكون هناك مفاجآت أكثر، لأنه يريد أن يقدم نفسه في المنطقة ويبرر تواجده العسكري في المنطقة على أنه المنتج، وبالتالي هناك أنظمة عربية وغيرها تتعاون بهذا الإطار، وبالتالي خياره أصبح أن يلتجئ بهذا الإطار. لكن حصل النهائية الشعوب تعلم أن أمريكا لا تريد إلا مصلحتها ومصلحة إسرائيل على حساب مصلحة الشعوب العربية، لكن هذا الحقيقة لن يطول، لذلك سيبقى هذا الصراع مستمرا في هذا التوقيت في هذه التوقيتات. أخيرا أستاذ عبد القادر لو سمحت باختصار، ما طالما تحدثت الحكومة عن السيادة والاستقلال وما إلى ذلك، ألا يكشف هذا الحدث وتداعياته أن البلد منتهك السيادة ومن جميع الأطراف؟ العراق بلا سيادة، وهذا الحدث وقبله حادثة التظاهرة قرب السفارة الأمريكية ولم يصبح لها علم عراقي وهتفوا بقائدهم سليماني وبإيران، وهذا القصف الذي يحصل هو كله دلالة على عدم وجود السيادة، وبالتالي هم لماذا يعترضون على الولايات المتحدة؟ ألم يوقع المالكي وهو رئيس الحكومة الثالثة والرابعة للاحتلال توقع الاتفاقية الأمنية التي تنص على أن يكون لأمريكا دور أمني وملاحق على الأراضي العراقية لكل أهدافها؟ بالتالي كان عليهم أن يحاسبوا هؤلاء الذين وقفوا وأصروا على تنفيذ الاتفاقية الأمنية التي تمتها القوى الظاهرة لهذه العملية السياسية والاحتلال باتفاقية الإذعان. لذلك حقيقة لا سيادة في العراق مع بقاء هؤلاء، ولذلك كان صوت المتظاهرين عاليا بنريد وطن واستعادة وطن، لأن الشق الأول من مطالبهم أن يكون سياديا بعيدا عن الصراع الأمريكي والإيراني، وهدافاتهم وبياناتهم واضحة بهذا الإطار. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي هاتفيا من عمان عبد القادر النائل.